تسعون يوما فترة منحتها الولايات المتحدة للشركات والدول التي لديها مصالح اقتصادية مع إيران للتفكير مرتين في قرارها وفيما إن كان إصرارها يوازي قدرتها على أرض الواقع هل تصمد أوروبا أمام الضغوط؟ تسعين يوم وقت يعني كثير طويل لنحسم هذه المسألة ولكن لا نستطيع أن نقول أن الموقف الأمريكي والأوروبي منسجم إلى هذه الدرجة 90 يوم كانه فيها وقت للمناوره اما اسرائيل فلم تمنح نفسها فتره للتفكير اسرعت في ضرب قاعده ايرانيه في سوريا فهل بتنا امام تهديد جاد في حرب شامله اسرائيل حتى الان مع الامريكان يعتمدون الضربات الجزئيه هذا النوع هو في يعني يندرج في سياق العمليات التكتيكيه ولكن متوقع ان يكون هناك موقف او رد على مستوى محور المقاومه انا لا اريد يعني ان احدد جهه هناك اتجاه ان يتم تقطيع الانتخابات اللبنانيه والعراقيه، لن يكون رد قبل انتهاء الانتخابات كان اللبنانيه والعراقيه، الايراني اعتقد استهدافه يوم امس بالكسوه هناك في قاعده ايرانيه لنكون صريحين، ولكن حتى الان هي تندرج في اطار تصاعد التوترات رفع منسوب التوتر، هل نذهب إلى حرب شامله؟ اعتقد من يرتكب خطأ في الحسابات سيذهب إلى الحرب. منهم من رأى أن قرار ترامب نسف إمكان تعزيز العلاقات الأمريكية الإيرانية. ماذا لو عزز قراره إمكانية إشعال الحرب في المنطقة، خصوصاً إن لم تنجح الأطراف في تقدير حساباتها بالنسبة إلى حرب لم تكن في الحسبان. غدي بوموسى قناة الجديد.